الإسراع في الجنازة يشمل الإسراع في تجهيزها، والإسراع في تشييعها، والإسراع في دفنها، وذلك أن الميت إذا مات فإما أن يكون صالحا وإما أن يكون سوى ذلك، فإن كان صالحا فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعد الله له من النعيم في قبره، لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل، لأنه حين احتضاره وحين منازعة الموت يبشر، يقال لروحه أبشري برحمة من الله ورضوان، فيشتاق إلى هذه البشرى، فيحب أن يتعجل وأن يعجل به، فإذا حبس كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما أعد الله له من النعيم. وإن كان غير صالح والعياذ بالله فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا، ينبغي أن نسارع بالتخلص منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها ودفنها، لا تؤخروها، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، خير يعني خير مما انتقلت منه تقدمونها إليه، لأنها تقدم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، إلى رحمة ونعيم وسرور ونور، فتقدمونها إلى خير. أما وإن تك سوى ذلك يعني ليس الصالحة فشر تضعونه عن رقابكم.